ست ساعات حولت مصير مصر في حرب أكتوبر من دولة مهزومة ومحتلة إلى دولة منتصرة تفرض كلمتها على المجتمع الدولي. تلك الحرب التي لن ينساها المصريون أبداً شارك فيها العديد من النجوم في شتى المجالات، وهنا سنسرد أهم الحكايات عنهم. الفنان لطفي لبيب الذي التحق بالتجنيد عام 1970، وكانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وقام بتأليف كتاب يحمل عنوان الكتيبة 26، والذي يحكي فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر. الفنان أحمد بدير واحد من أبرز المشاركين في حرب أكتوبر والمتوجة بإحدى القصص المؤثرة التي دائماً ما يقصها. عندما استشهد أحد زملائه حمله وصية يرسلها إلى أهله، وهي ألا يأخذ أحد من أهله العزاء إلا بعد تحرير مصر من العدوان، وبالفعل قام أحمد بدير بتوصيل الوصية. الفنان أحمد فؤاد سليم فور حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالجيش المصري، وكان من الأبطال الذين شاركوا في حرب التحرير والعزة، وشارك ضمن قوات الدفاع الجوي، وكان من قوات الفرقة 8 على جبهة القتال برتبة شويش آنذاك، وتحدث كثيرا عن بطولات الدفاع الجوي في ردع الطيران الإسرائيلي. أيضا الفنان محمود الجندي الذي شارك خلال فترة تجنيده في حرب أكتوبر المجيدة. وفي الجانب الرياضي شارك الراحل محمود الجهري المدير الفني لمنتخب مصر في حرب أكتوبر برتبة مقدم في الجيش المصري، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة. المعلق الرياضي ونجم نادي الأولمبي الراحل محمود بكر الذي التحق بالقوات المسلحة عام 1967 وكان يحمل رتبة نقيب في سلاح الاستطلاع بقوات المشاة عندما شارك في حرب أكتوبر، وترك الخدمة برتبة عقيد. وأخيراً نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل حمادة أمام الذي تخرج من الكلية الحربية وعمل ضابطاً بالقوات المسلحة ليكون أحد المشاركين في حرب أكتوبر وأحيل إلى المعاش برتبة عقيد. كل هؤلاء النجوم وأكثر شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة وسط آلاف من أبناء مصر المخلصين الذين أوصلت بطولاتهم مصر إلى بر الأمان بعد الانتصار.